يعطيكم العافية مشاهدينا الكرام، معكم عبد الله بشري بشو معكم فيديو جديد، بس المرة ما قاعد ألعب ولا شيء، قاعد راح نسوي فيديو حق تبطيل غلاف لعبة سوبر ماريو 3 دي وولد. خلينا اللعبة متوفرة عندنا من الكويت. أول يوم طبعا سمعت حكي إنه وصل 22 دينار و20، رحت خذيتها من رحاب 18 زين، بس والله حصلت بالغصب يعني دشيت يمكن 6-7 محلات يلا حصلت محل اللي عنده، الباجين كان كلهم مخلصين. فاللي متشوق حق اللعبة خليه يروح يلحق، بس شكله راح تتوفر كميات يعني كل واحد يقول لي ما عندي الحين تعال العصر. ف حصلنا اللعبة طبيعتها طبعا نتندو حق اللي ما يعرف على جهاز الويو زين. اللعبة بلاتفورمينج زين نفس اي لعبة ماريو سواء 2D او 3D، وايد تشبه الجزء اللي نزل على ال 3DS زين. اذا عندي غلاف اللعبة يعني تخيلوا نفس عالم ال 3D لاند اللي نزل حق ال 3DS زين، بس الجزء هذا مال الويو تخيلوا هي يعني خلينا نقول ال 3DS سووها على قولة حمد بسرعة، فيها وايد شغلات كان ممكن يكملون فيها يحطون فيها زيادات، بس ما سووها خلوها حق نسخة الويو. شفنا فيها وايد شغلات اضافات بالمقاطع الفيديو يعني حطوها بالنت، شكلها راح تكون روعة تونس صراحة. حاطيك لو تشوف هني ورا زين انواع التحكم. الويموت كله لازم معاه شيء، الويموت لازم معاه ننشك، طبعا تقدر تستخدم يدة البرو او ويموت تشبك عليه اليد الكلاسيك اللي كنت هذه اذا كان واحد يستخدمها ايام الوي، او تلعبها بيدة الويو نفسها الاساسية بشاشة. ف احس ان هذا يعطي تحكم احسن حق الشخصيات. هم ليش حاطين لك كل التحكمات؟ لان في 4 لاعبين هالجزء زين، يصير 4 يلعبون نفس اللي نيو سوبر ماريو سيريس. ف خلينا نبلش نبطل قوطي شوي. راضي بطل، خلينا نشم الريحه، لعبه جديده. اوه هذا شكل السي دي من داخل. الدفتر كل مره قاعد يسوونه بسيط اكثر واكثر قاعد الاحظ. اول كان دفتر، هالمره لا صارت ورقه مصفطه. والله هالمره لا طلع، انا توقعاتي طلعت غلط، طلع انه في تحكم فيه حق اليد بروحه، بس الظاهر حاطين لك اختيار انك تقدر توصله بعد ما ننشك. فشغلة حلوة صراحة. طبعا الشغلات اللي حاط لك اياها جديدة باللعبة يعني تحكماتها اللي هو لا هذا مو انجليزي، وين انجليزي؟ هذا مو انجليزي، خلنا نشوف وين الانجليزي. ايه ستاندرد موز، عندك هالمرة النبتة تقدر تشيلها، تشيل الشخصيات نفس اللي بالنيو زين. هاي مالت القطوة. عاد كان ودي اسوي تسجيل فيديو حق لعبي، فرحت دورت على قطعه الجاتو في كابتشر، قطعه عشان تقدر تسجل لعبك عن طريق الاجهزه للكمبيوتر ويسجل لك اللعب. عاد حسافه اللي حصلته تقريبا دبل السعر اللي موجود بامريكا يعني بامازون، فما شريته. تقدرون تشكرون هالشيء في الرحاب على اسعارهم الحلوه، و وان شاء الله راح تسمعون انطباعاتنا عن اللعبه بتسجيل حلقتنا الديوانيه المره الجايه اللي راح تكون بتاريخ 24/11. فانتظروا الحلقه راح تسمعون انطباعاتنا عن اللعبه مني من حمد زين. واحتمال ان شاء الله الشباب راح يسوون ستريم على النت، راح يلعبون 4، ما ادري اذا راح اكون وياهم ولا لا. فهم بعد خليكم تابعينا عبر تويتر، يمكن راح يوصل لكم تويت عن مثل الستريم اذا كنا راح نقدر نسوي. ونشوفكم ان شاء الله على خير، مع السلامه.